صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأحد. وبحلقتنا لليوم، الموسم الزراعي للبطاطا مهدد بالتلف، شبه طريق مؤدي للشوف، وتحديدا طريق الجاهلية المليئة بالجور والانهيارات. 5 موظفين بس بدائرة النفوس بعكار بخدمة الألاف. أيضا رح نتعرف سوا على الفائز بجائزة جهينة بدورة بالفنون التشكيلية لهالسنة. أما بالأدب والفكر الجبراني فبعده أكيد محور لعديد من الأعمال، منهم الكتاب الجديد للدكتورة والإعلامية ريما نجم. اليويو منا بس لعبة، إنما خدمة جديدة من بنك البحر المتوسط، كلهم بحلقتنا. أما ضيفنا لليوم فهو الفنان الممثل جان خضير، تنحكي معه عن أعماله من الزمن الجميل وصولا لجديده. البداية مثل العادة مع مصلحة الأرصاد الجوية وحال الطقس، ومعنا لليوم أستاذ عباس عبيد. صباح الخير أستاذ عبيد ويعطيك العافية. صباح النور. الله يعافيك. كيف رح يكفي طقسنا لليوم؟ اليوم رح يكون طقس مستقر كما كان امبارح، درجات الحرارة ما حتختلف، طقس دافي، الغيوم رح يكونوا يعني خفاف نسبيا. بكرة رح يتقلب الطقس شوي، رح يزيدوا الغيوم، تنخفض درجات الحرارة، محتمل يكون في بعض الأمطار الخفيفة. نعم. بالمناطق الساحلية هتكون كتير خفيفة، والأكثر شوي رح تكون بالمناطق الداخلية بالبقع. ممتاز. ثلاثة برجع بيتحسن الطقس كما كان اليوم تقريبا. نعم. نحن بدنا نشكرك ونتمنى لك نهار حلو. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير جوال. صباح الخير إلي، كيفك؟ تمام ماشي الحال. رح نعمل جولتنا المعتادة على عدد قليل من الصحف يلي بتزور اليوم الأحد، بالإضافة للجولة على العناوين بالمجلات السياسية بعد لحظات. إذن اليوم الأحد 19 أيار، وبالنهار لليوم النهار تكشف وقائع المداولات الأولى للتمديد، القرار النهائي غدا قبل أمر واقع 60. جعجع يرمي الكرة في ملعب عون ويدعوه إلى جلسة عامة، رئيس الجمهورية يدرس الخيارات وفتوش يهيئ اقتراح القانون. الأسد ينفي استخدام السلاح الكيميائي ويستبعد استقالته، تركيا تبدو أقل ترددا حيال فكرة انعقاد المؤتمر الدولي. 100 يوم على إضراب موقفي غوانتانامو عن الطعام، ناشطون لأوباما أعيدوهم إلى ذويهم أو حاكموهم. وختاما، العنف لا يتوقف في العراق، والنجيف يقترح جلسة برلمانية طارئة. من بعد النهار منتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الحياة يلي تصدرت لبنانيا الخبر الأول. لبنان، الكتل النيابية تعطي غدا أجوبتها على مدة التمديد للبرلمان. وأيضا من الأخبار الرئيسية، هادي، بؤر جرثومية تستهدف تحطيم المؤسسة العسكرية اليمنية. تهجير قرى علوية في حماة ووالد فيصل المقداد رهينة، وباريس تؤكد على تخلي الرئيس عن كل سلطاته في المرحلة الانتقالية. الأسد يشكك في المؤتمر الدولي ويتمسك بترشيح نفسه. تونس، أجواء مواجهة مع زحف السلفيين على القيروان. هيئة مفوضي الدستورية توصي بإعادة قانون الانتخابات في مصر، تباين بين الرئاسة والأمن في أزمة الجنود. وختاما في الحياة، نيجاد يلغي زيارة لتايلند بعد أنباء عن رفض ترشح مستشاره مشائي. جولتنا بالتابع، ومنوصل إلى عناوين صحيفة المستقبل. فتفت يستغرب رفض مشاركة حزب الله وأمل في جلسة للمختلط، وشرب يعود غدا إلى 60، من يقنع الآخر، نصر الله أم عون؟ وبالصورة الرئيسية بصحيفة المستقبل، ناشطون من المجتمع المدني عم بيرفعوا شعارات ضد التمديد لمجلس النواب أمام مدخل المجلس. جنرال التحرير والتغيير والتكفير بقلم جورج بكاسيني. تقدم للثوار في حماة، وطهران توسع مساعيها لقوة قتالية في سوريا. مقتل 10 من حزب الله بكمين في القصير. البحرين، إيران تهاجمنا لتغطية ظلمها لشعبها. التايمز، إسرائيل تفضل بقاء الأسد. وختاما بالمستقبل، كيري الخميس في رام الله بجعبة فارغة. من بعد عناوين صحيفة المستقبل مننتقل إلى الشرق الأوسط، وأبرز ما كتبت لليوم الأحد مصادر الرئاسة للشرق الأوسط، مرسي منحاز للتفاوض، الجيش المصري يطلب الضوء الأخضر من الرئيس لحسم قضية المختطفين. أسبوع دام والبرلمان في إجازة، النجيفي يدعو إلى جلسة طارئة للبرلمان العراقي الثلاثاء.
المنامة سلوك غير مسبوق في العلاقات الدولية وتدخل في شؤوننا. البحرين تدين تصريحات إيرانية حول مداهمات داخلية. وختاما بالشرق الأوسط وبقلم الإعلام عماد الدين أديب، مقال اليوم بعنوان استقالة بوتين وأوباما. هيك بنكون ختمنا جولتنا على العناوين السياسية بالصحف لليوم. أما بالمجلات الأسبوعية وعناوينها فرح نبدأ مع مجلة الأفكار يلي كتبت لها الأسبوع: بين شفتيه مصير النظام الديمقراطي، الرئيس نبيه بري قلب الطاولة من أجل الدوحة 2. نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي: مشروع القانون الأرثوذكسي أقوى من الموت. الرئيس ميقاتي طلب من وزير الخارجية الفرنسي فابيوس دعم لبنان في معالجة ملف النازحين السوريين. هؤلاء هم الفلسطينيون الذين تجنسوا في لبنان، إصرار على أن تكون الحكومة العتيدة سياسية لا حكومة حياديين. ميقاتي يحرك ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة للتدقيق في تقيد الوزراء باجتهاده في تفسير تصريف الأعمال. تململ في صفوف القضاة بعد توقف التشكيلات وخوف لدى بعضهم يعطل العمل في محكمة رومي. من بعد مجلة الأفكار منتقل إلى مجلة الأسبوع العربي وعناوينها: لبنان ساحة منازلات نجمها قانون الانتخاب. خالد الظاهر: لماذا يريد نصر الله فتح جبهة الجولان الآن وهل أصبح سلاحه للإيجار؟ القاهرة: السيسي يرفض تدخل الجيش في السياسة ويحذر من أفغانستان وصومال جديدة. هل ينفذ أردوغان تهديداته ويتدخل عسكريا؟ تركيا سوريا لغز تفجيرات الريحانية. دمشق: عقدة بشار وصراع المصالح يعيقان مشاريع الحل السياسي. ودائما في مجلة الأسبوع العربي: 5 أسماء مرشحة لرئاسة الجمهورية قيد التداول في عواصم القرار. رد لافت من سليمان على نصر الله وحملة من 8 أذار على بعبدة. وختاما: لبنان الأول في الخدمات السياحية. ننتقل إلى مجلة الأديب: من كان عنده مثل هكذا أصدقاء فما حاجته إلى الأعداء؟ اتقوا الله في هذا الوطن وهذا الشعب. الجلسة النيابية إلى الغد ومشروع بديل لـ 14 أذار. الحريري وجنبلاط لمواجهة مشاريع زج لبنان في الصراع السوري. الحملة على السعودية لمصلحة من ولماذا؟ تصرف بري المجلسي يثير الريبة والطعن. تأجيل الانتخابات أمر واقع ولا قواسم مشتركة بعد لتشكيل الحكومة. وختاما في مجلة الأديب: سليمان إعلان بعبدة يحمي لبنان. ننتقل إلى المحطة الأخيرة بترجمة لأبرز ما صدر بعناوين ليبدو ماجازين: القانون الانتخابي، الرؤية معدومة، سوريا والخيارات المحدودة، ألا مرتو، الصراع في سوريا ينتقل إلى لبنان، لبنان وشعب منهك القوى. بعيدا عن السياسة، مقابلة مع الممثل أنطوان قرباج العملاق في المسرح. وأيضا مقابلة مع نجم The Voice أنتوني توما: المال أقوى من الصمت. وبختم مع الصورة الرئيسية للرئيس نبيه بري: أجور مرتفعة وعائدات منخفضة لمن نواب. وهيك بنكون وصلنا لختام الجولة السياسية على العناوين بالصحف وبالمجلات الأسبوعية. فاصل إعلاني أول وما بعدها منتابع مع إلي وأخبار الثقافة. خليكن معنا. مواعيد ثقافية وفنية كتير ببداها من الجميزة وتحديدا من درج مارين أولى. لابوراتوار دار بنظم للسنة الخامسة كابريولي فيلم فاستيفال، الموعد ب 24 25 و26 الشهر ابتداء من الساعة 8. مجموعة عديدة من الأفلام بمختلف الأنواع من وثائقيات أنيميشن وغيرها من الأفلام القصيرة فيكن تتابعوها لمخرجين لبنانيين وأجانب، ومن بينها فيلم ماي بيروت لجوزيف قاعي اللي رح يعرض ب 24 الشهر.
شلبل روحانا كوانتات بيعطوكم موعد بنوفا كلوب بسن الفيل هالتنين الساعة 10 المساء. عدد من الموسيقيين المعروفين رح يرافقوا شلبل روحانا، بينهم توم هورنيج، أرتور ساتيان، عبود السعدي وفؤاد عفرة. بتزل الإنسان طلع بعيني بيلمع وطني بعيني، رح تخلص الغنية رجعني عالبنان، عبر عن فرحك بالعربي، عبر عن حسن. درج اليسوعية هو المهرجان الثقافي السنوي يلي بتنظمه الجامعة اليسوعية ب 2021 و 22 الشهر. هالمهرجان بيجمع الأشغال الحرفية، المجوهرات، الرقص، الكوميديا، الموسيقى، الموضة، الشعر، التصوير، الفوتوغرافي وغيرها. المكان هو مجمع الابتكار والرياضة طريق الشام. الموعد ب 2021 الشهر من الساعة 6 للساعة 11 المساء، وب 22 الشهر من الساعة 9 للساعة 11. بتابعوا هالمرة مع الموسيقى إلي براك وسينتيا كرم، بيعطوكم الموعد بالبلو نوت كافي الأربعاء الساعة 9 المساء. ولا قال لك روح بعيد، فكرة برسمها بخيالي تخلق قصة من جديد، أنا قلبي بيحمل وحياتك متعود على كلمة. على خطى ماركو بولو هو عنوان العمل يلي رح تفتتح فيه مهرجانات بيت الدين أمسياتها العديدة، رحلة موسيقية على طريق الحرير ب 21 و 22 حزيران مع رفيق علي أحمد، شربي روحانا وعبير نعمي و70 موسيقي مؤدي وراقص. حبي قلبي دليلي، قال لي هتحبي دايما يحكي لي وبصدق قلبي، قلبي قلبي دليلي. من بيت الدين رح انتقل لبعلبك وضمن امسيات مع فنانين لبنانيين وعالميين، أمسية مع الرقص المعاصر مع بازل يلي رح تقدم هالعرض بمهرجان أفينيون بفرنسا بمرافقة صوت فادية توم بالحاج. الموعد ببعلبك 30 آب. محطة كتار عم ينطروها نهار الأحد مع أغنيات من الزمن الأحلى. اليوم بنرجع مع الفنانة شحرورة صباح يلي ولدت بالعام 1927 واسمها الأصلي جانات جري سفغالي. بداية حياتها الفنية كانت من الصغر بلبنان، والنقلة النوعية كانت لما راحت على مصر وقدمت حوالي 85 فيلم، فكانت إحدى أبرز نجمات مصر والعالم العربي. اشتغلت بالمسرح مع الرحبنة روميو لحود بالإضافة لأعمال لأحد أزواجها الفنان وسي. طبعا صباح حملت بقلبها وبصوتها لبنان، وكانت رائدة من الرائدات يلي حملوا الغنية اللبنانية لمصر ونشروها بكل الدول العربية، مهرجانات بكل العالم من الأولمبيا للمغتربات لطبعا مهرجانات بعلبك برصيدها مثل ما قلت 85 فيلم ومئات مئات من الأغاني. الغنية اللي شفناها ورح نتابعها هلأ هي أغنية قدمت بفيلم أفراح الشباب مع الممثل والفنان فهد بلان، ويلي تم عرضه سنة 1964. الأغنية من كلمات ميشيل طعمي وألحان فيليمون وهبي. يطول بعمر الشحرورة وتحية من القلب، من يعني بعتقد الكل بيحب صباح وبيقدر كتير شو عملت. رح نرجع ونستمتع سوا بصوتها ما بينسى. ترجمة
الموعد كل نهار أحد ولو المجالس بالأمانات إلا ما نعرف أبرز العناوين مع الإعلامية اللي بنحبها كتير زميلة وردي. صباح الخير. صباح الخير. ما زبط الاتصال. طيب بانتظار أنه يجهز الاتصال منروح لأحوال الطرقات مع جوال. معنا الاتصال، رح نشوف أحوال السياسة لكن قبل الطرقات. صباح الخير. صباح النور. يعطيكي ألف عافية. مرحبتين وثلاثة وأربعة. مرحبتين لجوال وإلي. صباح النور. انسجاما مع الشحرورة أكيد. وشكرا لأخبار الصباح عم تاخذونا على مهرجانات الفرح بلبنان. بركي مننسى ما يجري من مسرحيات تعيسة في البرلمان. أما في المجالس بالأمانات اليوم ففلاش باك أسبوع مشحون. أولا بين الفول مون والهاف مون بري بمون طرح نص نص أكسي أكثري مقابل المختلط الميمون، وعلى باب البرلمان واقف قمرين دوقونا القمرين صاروا اثنين وهلأ لوين جلسة إضافية يوم التنين. حكوميا بين التصريف والتكليف وزراء يسرحون ويمرحون ومفتيح الوزارات يحتجزون ومستوزرون ينتظرون وكله في حب التمديد يهون. أما في المجالس بالأمانات فبعد جولات في الخارج مبشرا بالحياد اليوم عاد ومن الابتعاد عن جنون البلاد قديش استفاد دكتور سليم الصايد. فإلى اللقاء المجلس بالأمانات 8:30 إذاعة الشرق. أهلا وسهلا فيك. لكن 88.3 و 88.7 جولة سريعة على الطرقات مع جويل. الجولة المعتادة على الكاميرات بالمناطق اللبنانية مثل العادة من طرابلس، واليوم الأحد حركة سير خفيفة جدا على الطرقات. ننتقل من طرابلس إلى جسر سليم سليم، أيضا بعض السيارات باتجاه بيروت بعكس الاتجاه المعاكس. جسر أو تينيل بربير أيضا عدد سيارات كتير كتير قليل لبل يمكن شبه معدوم. ننتقل إلى أوتوستراد الزلقة حركة سير خفيفة وسيارات كمان قليلة، وعلى رومبوان صيدا كمان الوضع مماثل. رح ننتقل الى المعاون اول محمد ظاهر من غرفه التحكم للمرور. صباح الخير، يعطيك العافيه. صباح الخير لك. نحن بنعرف انه الاحد بتكون كثير خفيفه، والتفاصيل اذا في اي شيء نضيفه من حضرتك تفضل. صحيح، مثل ما حكيت حضرتك يعني دائما بكون نهار الاحد حركه شبه معدوم، يعني مداخل بيروت الشماليه والجنوبيه وكذلك المدخل الشرقي حركه سير اقل من طبيعيه. نعم. الاشارات كذلك، المستديرات بشكل عام، كورنيش المزرعه، جسر الكولا، يعني بشكل عام ان حركه سير اقل من طبيعيه على جميع المحاور والطرقات. بس في عندنا حادث صدم من تقريبا الساعه 7:25 اول جسر انطلياس باتجاه جونية. في عندنا حادث صدم في قتيل بالمكان، وتم ضغط السير حاليا من جراء الحادث هذا الصدم لتجنب لوقوع حوادث اخرى. نعم. ناطرين بس الدفاع المدني لحتى يجي ويتم نقل الجثه من المكان. نعم للاسف. اي شيء اضافي بتحب تزيده؟ بالنسبه يعني في عندنا اشغال بعد قائمه حاليا على اول جسر الدوره المسلك الغربي من الساعه 4 صباحا لغايه الساعه 10. يمكن اليوم هينه لانه ما في عجقه سير. صحيح، لغايه الساعه 10 نحن. نعم. وبعد اعمال قائمه على الطريق تسفيه طريق الشام الدوليه. نعم. مبدئيا هذا كل شيء. شكرا لك حضرتك معاون اول محمد ظاهر، يعطيك العافيه. انت كمان بنتمنى لك نهار ممتع. رح توقف مع فاصل اعلاني ثاني من بعده متابع اخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد. إذا كانت الغنية بتقول على البساطة البساطة، فالمزارع اللبناني عم بينادي على البطاطا البطاطا. واقع الحال أنه الموسم الزراعي مهدد بالتلف. مزارعي عكار طالبوا الدولة بتأمين تصدير موسم البطاطا، فمئات لبل الألاف من العائلات بعيشوا على هالمورد الوحيد. تقرير عم نرعي الغنم البطاطا. طلع لا صور الغنم. عم نرعي الغنم لأنه ما عم تنبيع. خلي نشوف الدولة البطاطا والمزارعين. الدولة يلي ما
مش قادرة تنقذ القطاع السياحي والصناعي، فهل قادرة أنها تتلفت بالقطاع الزراعي؟ مزارعي عكار بيدركوا تماماً عجز الدولة لبل شلال التام، فتحول موسم البطاطا لها السنة إلى علف للمواشي. مثل ما انك شايف البطاطا بالارض والغني عم يرعاها والتعتير وشحار يا عمي، واسعار ما في اسعار متدنيه جدا، انتاج حتى ما في مثل خلق. عندي 13 نفس بيعتيشوا من هالرزق، يعني محل الموسم اخترب بيتنا كله، الزراعه والطرش كله عم ينضرب. الحق وزير الزراعه ليش لا يسمح بتوريد للبنان 180,000 طن؟ 180,000 طن هن حاجة لبنان عن السنة. البسطة البسطة ويا عيني البسطة، البسطة البسطة ويا عيني البسطة، قديش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدرويش، تغديني لبنة وزيتوني وتعشيني بطاطا. نحن ليش زرعين؟ نحن زرعين لحتى ناكل البطاطا المصرية. أنا الناس لحد لما تشتري البطاطا المصرية، وعندنا بطاطا موجودة، موجودة بطاطنا بأرضها. صار أكثر من شهر وعم يحكوا فيها المسؤولين، بيقولوا في حكومة مستقلة، حكومة عم تتألف، يعني ضايعين بين هون وهون. صرنا بدنا نضرب حساب كيف رد للعلم اللي متدين منه، اللي نوطر آخر الموسم لحتى يعطيه حق كيماوي حق للدور، بعجز. أما المزارع يلي بعد ما قام بتقليع البطاطا ففضل إبقائها بالأرض، علما أنها أصبحت جاهزة وبتتحمل إبقائها من 4 إلى 10 أيام فقط. ولكن التحلي بالأمل الطفيف مش خسارة أمام الخسارة الكبيرة. إذا عنا بطاطا بالأرض ما بيعنا فيها غير ربنا. بغير دول بيدعموا المزارع يضل واقف على أجره ويسابر بالزراعة، نحن هون بيشلحوا المزارع، يأمنوا لنا تصدير لهالرزق. طيب أنا مزارع وما عندي ولا مصلحة تانية، وهذا وجع الكل. نحن مزارعين بلشنا نحسب خسارتنا، نحن ما شو بدنا نرد، بلشنا كل واحد عم يحسب خسارته قديش. خسارة مزارع عكار ما توقفت فقط على زراعة البطاطا، من البطاطا إلى الحمضيات والمصير ذاته. عم يحلم قلبي برجلك طفران ودرويش، الحال عيشني بأوضة صغيري ما فينا غير حصيري. شو بيغبب على القلب؟ بحمل حالي وبروح بطفش. لأنه رزق رح يخرب قدام عيني وما ما فيني أعمل له شيء. بدنا نبيع الأرض أصلا من الأرض لحتى نحيي الأسم الثاني. خرب بيتي أنا السنة الأخيرة، يا بدي بيع مشروعي، يا بدي رهنة، يا بدي أجبني حل، لأنه أنا عندي عيال، عندي 20 نفر بالبيت، عم أتكلف بس بالصيفية بحط لي 15 مليون بس مذوت. مواطن إلى لقمة العيش إلى موسم سياحي معدوم، اليوم وصل الدور إلى الإنتاج الزراعي، حيث الدولة قادرة تفتح الأبواب أمام البضائع الأجنبية لاستيرادها، ولكنها غير قادرة تأمن باب لتصريف أو تصدير الإنتاج المحلي. دولي ما معها خبر حدا من نوب 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 أبدا، ما أنا مهتمة فينا، وبالأخص نحن بكار، نحن تابعين عكار مهملين هي للاخير. دولي عاجي عن كل شيء، كل واحد بده كرستو، لو احنا ما عندنا كرسي نقعد عليه والله ما عندنا. اي دوله مظبوط عندنا هون بعكار، دوله مظبوطه هون بعكار، اصغر منطقه ما في دوله. كيف يعني كل دوله هلا واحد مثلا يعمل شيء كذا دول الدنيا كل حال. نحن متكين على الله وعلى الشيخ سعد، بلا ما اجى الحكومه باذن الله تعالى اكيد ابن عكار وكل ما كل لبنان اكيد حيجلس، لانه هذه الحكومه حرقت الدين تبع الدين ديننا. طبيعي يجي حدا من الدوله من وزاره الزراعه، ما في منهم حدا بيجي بيسال شو المزارعون، ها وين بنروح بالبطاطا؟ هيدا القطاع اللي بيمثل 40% من الشعب اللبناني. اذا 40% من الشعب اللبناني ما بيهم الحكومه او ما بيهم المسؤولين، معناتها على الدنيا السلام. يعني ما بقى عندنا ثقه، انا برايي ما في حل. يعني انا بشوف امتى الحل بده يصير؟ اذا صرنا بنص الموسم يعني امتى الحل بده يصير؟ يعني حيجي الا ما تصير معجزه، يعني ما برايي انا حيصير معجزه ولا في شيء مبين. يعني يغمر قلبي بحب كبير ويعمل
حالتنا بتتابع دائرة الأحوال بعكار العبدي مصابة بالشلل والإعاقة. فالدائرة الرسمية المسؤولة عن سجلات مئات ألاف المواطنين هي عبارة عن 5 موظفين بس، وبين سجلات القيد العائلية والفردية وإفادات الولادات والوفيات الإصلاح الإداري غائب كلياً. أما الحاضر الأبرز فهو البطء بإنجاز المعلومات. تقرير من العبدي. قم فوت نام هالأيام حاربي سكرها ولد. كيف ممكن نوصل على ألم نفوس العبدي؟ ألم نفوس العبدي بأول مفرق ببنين هلا ببين مثل السوبر ماركت. هو ببين لا حول ولا قوة إلا بالله. بدك تروح مشي أصعب شيء. بس لي عجل سير كتير على جنبين الطريق هون. هني بمستودع محلات مثل أي محل، بتفكروا محل عادي، ما بتعرف إنه هذا لا نفوس ولا ألم نفوس ولا شيء بالمرة. هيدي هي البداية. فالوصول إلى دائرة نفوس العبدي بيعتبر معاملة بحد ذاتها، فالمكان المتواضع اللي بيحلى لسكان المنطقة تسميته بالجراج ما بيوحي أبداً أنه دائرة حكومية مخول لمتابعة شؤون 37 بلدة بمحافظة عكار. نحن هاي دائرة نبوس، ما دائرة نبوس، هيدا مزرعة بقر. لا حمامات، ما عنا حمام للموظف او دا رئيس دائرة عنا بالزيت اللي هو طارق المرعبي رئيس دائرة نبوس العبدي، ما عنده حمام عزائيل زدق او الموظف هي دي حوجته. ما عنا بدك توقف الغبرة بديك لك اكل. لا اجمالا في عجب، بس انه ما حدا بالدار، يعني كل واحد حسب مختار المنطقة. هو بس المنطقة كلها طبع لها اكيد بده يكون فيها شوية عجل يعني. لا 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 في بس اذا بدك تعمل اخراج بدك 10 تلاف، هو كله بيكلف 2000 ليرة. تابع برامج بالسكام كل اغاني عن الوحد الوطني. الافتقار للمبنى اللائق منا المشكلة الأساسية بهالدائرة الحكومية، إنما النقص الفاضح بعدد الموظفين هو المشكلة الكبيرة. فقلم نفوس العبدي بضم فقط 5 موظفين بيخدموا أكثر من 240 ألف نسمة أو بما يعادل 1000 معاملة كل يوم، وهو الأمر اللي عم يؤدي لعرقلة معاملات المواطنين وتأخير الإفادات وضياع قسم كبير من السجلات. الألم هذا اعتبار عن صندوق بريد، منو ألم هذا؟ محلات مفروض يكون بناء احلى بناء، هذا وجه حضاري. لا 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 لبنين ولا لمنطقة لبنان ولا عكار. منو بالرد تفاح؟ وعندنا عدد الموظفين 5 موظفين. ما بقى يلحقوا يمشوا معاملات الناس، فعم تضطر ده المعاملات لتاني يوم رغم جهودنا عم يتأخروا عن دوامهم. عدد المستطاع ومن حاطين موظف يحفظ الوسائل. ما في موظف الا الوسائل. بالنسبه لسجلاتنا، سجلاتنا راحت، في اسماء كثير راحت من السجلات فقدت، ما بقى لها اسم. ما في المواطن عنده اسم بعد السجلات، واكثر شيء سجلات ببنين. سجلات ببنين تلفت نهائيا بالمره، كل نهار بنقعد بنلزق فيها وبنحط لها ورق بنحط لها هيك نضبضب على بعضها. كل اماني بالمسيرات الامنيه، كل تهاني لبناني. الحل اللي اعتمدته الدولة بال2007 واللي بيقضي بفتح قلم نفوس بلدة مشمش بهدف تخفيف الضغط عن مركز العبدي منه الحل المناسب، خصوصا انه بلدة مشمش بتبعد عشرات الكيلومترات عن مركز القضاء وبيفتقر جواره للكثافة السكانية. وبالتالي شو هو الحل اللي بيقترحه المسؤولين؟ بحل من معاني الوزير الداخلي انه يعطينا حل من مع تنفيذ وزاره الزراعه بالعبدي، يعملنا بكر لنا للمخاتير وللاتحاد البلديات بعنا بالمنطقه. في وسع، في بناء، في كل شيء، يعني ما بدنا الا حل بين الوزارتين بس. يعني هلا بس موضوع مش وين باخر الدنيا، يعني كل مش حوالي 40 كيلو متر من هون.
يعني في خساره فاتحه على المواطن بالنهايه، اليوم الاخروج اس وبده يحط له 40 50 الف ويعطل يومه. الدوري عم يستاجر اجارات مثل اجار عم تدفع مصاري بلاوي سنويا، والدوله عندها اراضي هون، عندها اراضي خاصه للدوله، عندها مشهد الزراعه تابع للدوله، مفروض تعمل هناك نفوس للعبده. قد ايه بتوفر سنويا بلاوي؟ ما هيك ولا لا؟ وبالنسبه للمبنى نحن في الاتحاد البلدي الموجود هون بالساحل الايطي، في مقررين لمقر نفوس بمنطقه العبده، بس الاجراءات موقفين، يعني ما في تسارع بالعمل لحتى يجيبوه. بيقلك ما في ميل. اذا كان قلم نفوس العبده ما بيختلف عن باقي المؤسسات الحكوميه بعكار، بيبقى التساؤل الى متى سيبقى نصيب عكار من الاهمال هو السائد. صير حلام. رح ننتقل إلى فقرة السؤال اليومي، كيف بتصالح الشريك إذا أزعجته أو كيف بتراضيه إذا زعلته؟ واحد من الأسئلة اللي قطعت خلال هالأسبوع، أما الأجوبة فمنرجع منعيد عرض عليكم بهالتقرير. أنا ومرتي يا ريت كل العالم أنا ومرتي، ما بخلي كلمة إلا ما بقلها إياها الحلوة. شو بعمل؟ لمين بدي راضي؟ ما فيش، على البيت. كمان مثله. على البيت. ما بزعلها، ليش بدي زعلها؟ شو برضيها؟ وقت ما كنا شاب بنعبطها بنبوسها، بعدك صبية أنت. أنا وعمه ما بتقيتها. الله يرحمه عمي. ما في شيء يحوش للزعل يعني. الحمد لله ما عندنا شكي. لما انا زعله شوي بوسه وخلص. هين كثير اكيد ضديه مثلا بياخذ لها شي غرض معي بتنبسط فيها هيك وبوسها شي بوستين ثلاثه بيمشي الحال. بتعرف انا شو بعمل؟ كل يوم بزعلها. ايه لحتى راضيها كل يوم. هون حطتها جوا. لا ما منزعلها يا عم نصير نزعلهم. يا شوقي هلا صرت اتعلم شوي شوي كيف بيرادوا النسوان، لانه اول مره يعني صعب علي، عرفتي كيف؟ مثلا بتحب البوزه، مثلا بشتري لها بوزه، شفتي كيف؟ مثلا اكله بتحبها، عرفتي كيف؟ مثلا ما برادي لانه مش لازم رضي. غني لا وبدق الا غير بحبك ما بقلا، حط عراسي من فوق قدام العالم كله. شو يضحك عليها بالغنية يعني؟ اسمها هي جمال مرتي. قلت لها يا جوجو ما ينساك يا قلبي المسكين، صار له معلق بهواكي من 5 سنين. الله عملك تصاي من شمس وضو، وجهك للشمس مراية ما فيها لون. كان الله عنده غاية صبك بالجو وجابك على الأرض نكايب كل الحلوين. أنا ما بحب النسوان، أنا مش مجوز أصلا. ما بترضى معي بالهين؟ لا بترضى برضيهم. غنجو؟ لا 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 لا، بيرضى لحاله بيزعل لحاله. أنا بعبده وبيعبدني. بلا إيه ما بخلي بيجي بوسه بقول له انا بامرك شو بدك تحت امرك، بعمل له بحط له كاس بحط له. شو بده الرجال؟ بجيب له علبه بوزه لان بتحب البوزه مع سكري. لسه فاكر قلبي ادي لك امان، ولا فاكر كلمه حتعيد اللي كان. بس اه ايه نحن على الهواء افتكرنا بريك. طيب رح اروح على كلمة وراجعين. طبعا ما كنا عايشين باليونان، احنا هربنا بالحرب، عشنا بقتينا هذيك الايام الحلوه اللي نتذكرها دائما. لانه نسوين اثنين ما قبلوا يعيشوا اليونان. لا والله حبايب احلاهم كده، والله كويسين كثير كويسين. هون السياسه بتلعب. لا انا ما عندي لا 8 ولا 14، انا عندي سياسه غير شكل، خاصه مع النسوان يعني. انا قد ايه نجحت معهم الحمد لله يعني. هلا
ماشي الحال بعض لحد هلا، بعضنا بأحلى حالاتهم ولا بعضنا بأحلى حالاتهم، لا كل واحد ببيت، بس فرد الشقة يعني، فرد طابق يعني، طبعًا 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 طبعًا، أصدقاء صور قد إيه، قلت لك أنا عندي سياسة يا بنت الحلال، عندي سياسة، إيه طبعًا طبعًا طبعًا، لا والله لك عاش على الدليفري هلا، هيك الدليفري التالت بنات ما بيعرفوا يطبخوا، جايب واحد فلبيني كمان ما عاجبني طبخها كمان، قلت لك أنا عندي سياسة يا بنت الحلال، ما دخلت السياسة على شيء إلا وفسدته، عرفتك، بس الواحد لازم يكون إنسان يكون حكيم متعمل، يعرف عيار كل مرة قد إيه يعني، لا مش كلهم، لا والله في كثير عن المرة، بس مهما كانت نمرود بها بس تملح سيرها شوي سي مثل الخروف، كله بينضحك عليه، كله في احلى من المساير احسن من السياسه، ايه طبعا طبعا طبعا، احسن شيء الحريم، كلمه اليوم هن احسن شيء النساء. بتقولي لي اقعد بقعد، قوم بقوم، اطلع على اللوح بطلع على اللوح، ايش ما بتأمري بعمل. خلصت المحاضرة جان؟ بدك اياها تخلص بتخلص. انهز قوم على اللوح. بتموني. على اللوح. اكتب. نعم، ايش بتريدي اكتب؟ اكتب اللي حقول لك اياه. نعم. كم فصل في بلبنان؟ فصل واحد. هلا بلبنان في فصل واحد يا جان؟ خليها فصلين ما تزعل. جان. نعم. لبنان بيتمتع بأربع فصول مش بفصلين. أنا كنت رح أقولها هيك بس خفت تسفينة. اكتب لكن أربع فصول. فصلين صاروا أربعة. جان تعال تعال أرجع أرجع أدلك فصول السنة أشوف. فصل القوات. هلا فصل القوات من فصول السنة يا جان؟ وحياة عيوني يا حضرة المعلمة، امبارح سمعت ان قلوها بالاذاعة فصل القوات المتحاربة، ورجعت قدت لي هالشي مقصوفة العمر مرته وقلت لي انه زادوا فصول السنة الاربعة. طب قلها لمرتك لما بتعلمك ما تعلمك غلط على القليلة. حاضر. عد فصول السنة لاشوف. فصول السنة؟ فصل الخريف. برافو. زقفي زقفي لجان. اهلا وسهلا بالممثل جان خضير. كم فصل اليوم في بلبنان؟ ما تعد. كذا فصل. يعني استرجعنا مشاهد بعتقد من المسلسل ما بينسى وما بنشبع منه، المعلمة والأستاذ، كان بالبدايات بس سبقوا طبعا فارس ابن ام فارس، بربر اغا، اربع مجانين وغيرها من الاعمال يلي لمعت فيها موهبتك، بس شو سره هالمسلسل؟ سر رهيب. اولا صباح الخير لكم من عالم الصباح، اخبار الصباح، ولا من اخبار الصباح ولاحلى صباح تلفزيون المستقبل. تسلم. ولكل المشاهدين، وان شاء الله بدلكم بهالهمه والله يعطيكم القوه. تسلم. هذا المسلسل يعني انا ما عم بعرف سره، اولا عفويته، ثانيا الجروب كان في انسجام بين بعضه، صدقني فوت على استوديو سيناريو خمس ورق والبقيه ارتجالي كله. رهيب هالعمل كان. هيدا من سنة 85 بعده لليوم. أنا كنت بإستراليا وبعض البلاد الاغترابية، في ناس تعلموا أولادهم العربي من وراء هالبروغرام هذا، وبتحضروا أي وقت وبأي ساعة، بس ما يكونوا أخذوا المعلومات العامة منه. لا كنتوا صف كارثة. كارثة. بس يعني بأي وقت بتحضروا كأنك عم تشوفه أول مرة، بدل تلاقي هالكاركترات هالكذا. وخبرية هلأ بزفة من عندكم أنه في جزء الثاني هلأ عم ينكتب للمعلمة والأستاذ. الله يرحمه بوجه لهم تحية، هند قبل مع إبراهيم مرعشلي وكل اللي كانوا بالبروغرام.
كتب 6 حلقات قبل ما توفى إبراهيم. وهلأ في مدام ندى ريمي ممثلة اللي هي كنتها لهند قبل لما كمان كاتبة مجموعة كبيرة، وأنا عم حضر 3-4 حلقات حيكون معنا المجموعة اللي موجودين الله يطول بعمرهم بعدهم، وحنجيب تقريبا أولادهم للي توفوا حيكونوا بالعمل. أي خي كتير حلو العمل، وبيتضمن لعبة حلوة. بنرجع بأول بداية المسلسل الجديد ب3-4 حلقات مدرسي، بعدين بيتخرجوا التلميذ نلحقهم بالمجتمع. هيدا طبيب، هيدا مهندس، هيدا ميكانيكي. يعني اخرتها تخرجتوا؟ ايه مع كل هالمصايب يلي كانت تصير بالصف تخرجتوا؟ تخرج يعني من اخر شيء بقى. ان شاء الله لعبة حلوة بتكون هيك، وان شاء الله قريبا يكون استمرارية حلوة، لانه هيدي مغامرة كمان. ايه طبعا طبعا طبعا، دايما دايما انا برأيي بكل عمل بنعمل بس يقولوا جزء تاني بنأزمنا. مين راح يكون معكم من الوجوه؟ يعني يوسف فخري، يوسف فخري، اماليا، اماليا، بيير جاماجان، بنت عليا نمري صديقتنا ليليان، نعم، يوسف شامل معكم، يوسف شامل، تقريبا كل الجروب، ليليان نمري، ليليان نمري، في ندى ريمي يمكن تلعب دور المعلمة من حميتها. ويطول بعمرهم، يخلي لي اياكم وان شاء الله بدلكم. طيب خبرنا شوي عن الارتجال، كيف كان يكون الارتجال؟ كيف كنتوا تفهموا مع بعض، تعرفوا الموضوع يلي بدكم تحكوا فيه؟ كان ينكتب السيناريو، اجي على البيت كان في صداقة بتربطني، الله يرحمه المخرج أنطوان ريمي وزوجته الست هند، اجي على المنزل اللي عندهم على البيت بجلسات عائلية هيك، ويجي الاستاذ ابراهيم مرعشلي ويجيب السيناريو افشيت. هلا لما نحن تعودنا كل واحد على كاركتيره وعلى شغله وعلى عمله، صارت الشغله هيني لايه ناخذ رؤوس اقلام عن فحوى الموضوع، عن شو بدنا نحكي. وكان هيدا اللي مرقت قبل وعلقت عليها فصل القوات، هي كان بال85 بتعرفي جولات الحرب تنذكر ما تنعاد، ونسمع بالاخبار كل واحد على سجيته يشوف من منظاره الشغله هيدي، الأمور يترجمها. وكانت لعبة بيوقعنا. هلا يمكن عم بتشوف في بعض الجمل او الكلمات تنطبق على حالنا هلا، مزبوط. دائما هيك في شغلات، يعني بتحضري اللي اشتركنا في بربر ايغا او 4 مجانين او ابو بلاي اللي مرقوا، كمان بتلاقيه على واقع الحال اللي موجود هلا. استاذ غدير، نحن عم نسترجع هالمشاهد الحلوه مع الراحله الكبيره ليلى كرم، وعن جد بيخدنا المشهد. أيه. أيه على ضحكه بعتقد فيها الكثير من البراءه والذكاء وخفه الدم. هيدا عفويته للمسلسل اللي نجحته انا برايي. نعم. عفويته تكامل للعمل بين بعضه. طيب بدك تشرح لي كيف ممثل كوميدي بامتياز مطبوع عند الناس بيقدر يلعب الدراما وبيقدر الشخص ما يحبه أبدا بالكاركترات اللي لعبها، وبينتها يمكن واحد من أهم الأدوار اللي لعبتها دور عساف بنساء في العاصفة مع رولا حمادي زوجة لنهلة راشد، يعني طبعا الكتار بيتذكروا. يعني عساف المعلم فيني أقول لك أنا من أحلى الأدوار اللي اشتغلتهم بتلفزيون لبنان بعد المعلم والأستاذ. ذكرنا شوي بالشخصية، شو كانت الشخصية؟ عساف المعلم، أولا القصة بتعرفوا نساء في العاصفة كل الناس شافتها، دول الإنسان اللي بيلعب قمار سكري ما فرقاني معهم، يعني بيوصل لمرحلة بيرهن ولاده وبيبيع ولاده، بترجع بتيجي الأحداث بالحرب، بتطلع خبرية إنه توفى وميت الزلمة، بيظهر بعد 25 سنة ضارب فيه الخرف والنسيان والكذا، وبيصير يتذكر الماضي وبيلاحق مرته وولاده بعد ما هي تزوجت وصى. بس تركيب الكاركتير تركيبة رهيبة، يعني أول ما أسيت شكري أنيس فخوري كتب البروغرام كان كتبه 4 حلقات هو، في المخرج أستاذ باسم نصر بوجهلهم تحية نينون، لعبني الدور بيقول له أستاذ شكري أنيس فخوري، قال له هيدا دور عساف المعلم مش لوجه جون خضير، لبده وجه واحد قاسي، واحد لقيم، واحد كذا، خصوصا انه انطبعت حضرتك بالادوار الكوميديه بالكوميك. اشتغلت، قال له خلينا نجرب، اشتغلت 4 حلقات فعلا كان 4 حلقات، واذ نوصل حوالي 60 حلقه. طيب كيف تشتغل على الشخصيه؟ يعني انت عيشتها كان لها 4 حلقات. انا فيني شغله بحب هالادوار المركبه، هالكاركترات الصعبه، لاني بنقلها بعفويه من الناس، باخذ القصه على الورقه، باخذ القصه مكتوبه بس بروح اكثر واحد. يمكن انا بنزل بالشارع بين الناس بين العالم، بشوف هالكاركترات كلها قبل ما اجسدها بالمسرح او بالتلفزيون، بشوفها على طبيعتها. وقد في مثل حلو بينطلق قال اعطي عملك الاخلاص بيعطيك المجد،
بس تكون مخلص بعملك وحبيبها للشغلة بتبرع فيها. طيب خليني أقول أنه لما قلت لنا أنه من أحلى الأدوار، يعني بتفضل الدراما على الكوميديا؟ أفضل الدراما اللي هي كاركترات مركبة، مش الدراما الموجودة اليوم، يعني عرض أزياء مع احترامي للكل. هلأ بنحكي عن بفضل الدراما اللي بتهدف، يعني اليوم الكوميك مش تهريج، الكوميك موقف، وإذا هالموقف بيخدم وبتأدي بطريقة صحيحة بيوصل صح، ولما الناس بيكرهوك أو بيحبوك معناتها وصلت الشخصية. طبعا هذا صحيح. نحن منأيد كتير اللي عم بتقول، بس خلينا نشوف مشهد من أعمالك كمان. هاي دبدوبة. لك هاي يا أحلى مرة بحياتي. شو ليلى شاعر حبيبي، حقتك كتير مبسوط. حبيبي بس فكر إني إجي شوفك بصير مبسوط. لا ليلى، لا كتير تعبانة ومش قادرة أظهر من البيت. إيه بس إذا هي من الأدوار الجديدة ذكرى. ذكرى إيه. مع مجموعة من الممثلين مزبوط. اللبنانيين. مزبوط. لما حدا يكون عنده هالقد تاريخ كبير مع ممثلين كبار، هالقد مطبوع بذاكرة الناس، أي متى بيقول إيه أو لا على عرض جديد بيتقدم له؟ أنا بشتغل فن للفن، يعني مع احترامي للكل، يمكن في ناس عندن حاجة مادية أو محصورين ضمن الشغل التلفزيوني، إذا ما أنتجوا يمكن ما فيني أعيشوا. أنا الحمد لله مكتفي يعني، وعندي أمور تانية يعني، مش هيك بدرس موضوعي لهالسبب بنجح فيه أكثر، لأني بدرسه من أجل إنجاح عمل فني، مش من إنجاح أنه بدي أخذ مصاري أو أخذ أتعاب أو أخذ كذا. لما بتفتشي على عمل للهدف الفني ذاته بتنجحي فيه. في ناس مثلا بيمشوا أمور ما بتتلقى مع كاركتيرهم، أنا بشوف بعض الممثلين الكبار اللي منجلهم بأدوار أو بأماكن مش لألون، يمكن ظروف ما فينا نقولها، وهيدي مشكلة الممثل بلبنان اللي دايما من على الدولة ومنلاحق وكذا، تهتم بوضعه شوي تيروح نحو الاحتراف 100%، لأنه بس تحترفي العمل تبرعي فيه، بس إذا مشتتي هون وهون وهون. طيب أستاذ جان، كتير نعرفت بلهجتك الشمالية، حضرتك من صغرتها وهلأ جاي من صغرتها، يعني نعم جاي دغري. هلقد قصدنا من بعيد. أهلا وسهلا فيك. تستاهل. نعرفت بلهجتك نعم الشمالية. نعم. هالشي ما كان يزعج القيمين المشاهدين؟ أصريت على هالموضوع ولا هيك كانت؟ أصريت لأنه كان كاركتير جديد جبته من الشمال على بيروت، كان شي جديد يعني. ايه كان شي شمالي نازل على بيروت. هلا في بعض كثير من اهالي بيروت كذا، ناس بيفكروني من عكار، ناس بيفكروني من طرابلس، ناس بيفكروني من الكوره كذا، لانه لعبت كل اللهجات الشماليه، وانا بتقول مثلا لهجات الشمال. اعطيني مثال يعني، مثلا في ضيع حلوه بالشمال، في عنا ضيع بالكوره اسمها عين عكرين مثلا، الطه بيلفظوها تي والصوت سين، انتون مش أنتون. ايه روح لعنده كيفك يا يوسف، يقول لي امبارح كان عرس ابن خي أنتون، جبنا التبل دلي تبلي 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 تبل تتبل الضيعة كلها. هيدي اللهجة مثلا، لهجة طرابلسية كمان، يعطيك العوفية، فينك يا أخي، امبارح كنت المارق باللانة دروفر منيح السبيل وفلت علينا الدوشكة، الله وكيلك طلع من الأراد أكثر نزل من السماء، موعد حولك يا رب مستشفى المظلوم. طيب هولي أصدت تتمرن عليهم ولا أنت؟ لا 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 على طبيعتي. أنا عايشة طرابلس، كان بدايتي فيها يعني، ربيت فيها، تعلمت بمدرسة الكارمل التليين تحت، عشت فترة، وابن صغرتي بلهجة صغرتيوي. كيف صغرتيوي؟ خبرك نكتي عليهم، راح صغرتيوي بيشتغل بالخليج. بدي أقول لك شيء هلأ، شو تداعيات النكتة؟ نحن ما خصنا. لا ما في تداعيات، ينزلوا علينا. لا بيبدو ينزلوا، أنا معك. أعوذ بالله. أوكي يعني أنت عم بتقول أني صغرتيوي وعم بخبر عنكم يعني ما خصنا. راح يشتغل بالخليج، بتعرفي هوديك مرتاحين بالخليج، وهذا رايح من صغرتها طفران، قال واحد خليجي بتعرف بحر الأحمر؟ قال له إيه بعرفه. قال له بي اللي داهنا. تاني قال له بده يفنص عليه، سامع بالمحيط الهندي؟ قال له ايه سامع. قال له بي اللي كافله. صغرتي ويبرم هيك. قال له سامع ببحر الميت؟ قال له لا. قال له بي القوس وحرق اللي فوق. لا ما حدا رح ينزل علينا هلا، اكيد مبسوطين. نحن اكيد بنسلم على كل اللي بيشوفونا بغرتا هالمنطقه الحلوه وكل الشمال، لانه الطيبه بالشمال بتعرفي انت بنت الشمال كمان،
ان شاء الله بتشرفونا. انا نص شمالي كمان. على راسي بنعرفها منيح. مضيف وبلد حلو بطبيعته بضيافته بكرمه وبجماله. ميرسي تسلم. استاذ خضير خلينا كمان نرجع للمعلمه والاستاذ ونشوف مقطع من المقطع الحلو. ان شاء الله في البقره اللي عندنا زودناها من شهرين وهلا هي حبله. هلا البقره اللي عندكم حبله وانت عامل لها دايه؟ بس لازم أملنا أكلة وشربة وأحلبة كل يوم قبل ما أجي على المدرسة. والله عال شوف يا جماعة وقت المدرسة مقدس مش لك بس بكيكم ها مفهوم؟ مقدس يعني مفروض تجي قبل الوقت مش تجيني كل يوم مأخر ساعة. وحياة عيونك يا حضرة المعلمة هاللي ما في أحلى منه إنه هاي مقصوصة الرقبة اللي عندي لو بتساعدنا كنت بجي قبل الوقت بساعة. صارك وليه ما بتساعدنا؟ ما القصة انه ما بتوعى من النوم الا للساعة 10. لا لكن مين بيشتغل بالبيت؟ الله وكيلك عليك انت لحالك. شفتي شو مظلوم؟ مظلوم اكتر من وقتها ما عاد جوا زيت. خلص سكرت ما على خلص زي. يعني بعد بكير شو بيقولوا بالشمال قال خلي العسل بجراره تتجي اسعاره. ايه ما حدا بيعرف. ما اسعار لهلا صح. طيب هو قرار شخصي ولا مسار نصيب ولا بحب هالقد يعني الحريه الشخصيه يعني؟ اولا تعودت على الحريه. ايه والتهيت شوي بسافر كثير يعني الي استراليا من سنه 90 بطلع على استراليا. نعم. وشوية شغل وأنا الكبير بالبيت بالعائلة تحملت شوية مسؤولية يعني كم شخص نحن أربع شباب وبنت يعني قديه بتسمع بدنا نفرح منك بدنا نفرح منك يلا إمتى بدك تتجوز قديه كثير هي كثير يعني حتى الأهل حتى من خمس ست أشهر فقدت الوالدي الله يرحم نفسها حرام يعني غصة أنه كانت تشوفني مزوج قبل ما تفارق هالدنيا وللأسف يعني ما زبطت بس بتعرفي بقول هاي سنة الحياة يعني بتشوفي الحل الزواج مبكر انه بتشوف ابنك او بنتك شوي صبايا حدك وبعدين التوفيق من الله يعني المهم الواحد كل شيء بتعمل له واسطة انا بقول لها هالامور هاي المهم الواحد يكون ما في يقول لك مثلا مدبرت لك عروس او شيء لو مليون دفشي ما بتمشي الا انت شيء هيك يمكن صدفة ماشي هيك بيطلع شيء استرالية مهضومة هيك صار كثير محاولات تحية لهم لاستراليا احنا هلا عم تروح على استراليا في شيء ما هي لا والله شغل بس بتعرف هونيك الجو اللي خلقانة هونيك انا ما بعيش انعرض علي جنسية معي اقامة انعرض علي باسبور وكذا بس ما فكرت يوم خلينا نحكي عن سفراتك على استراليا بتروح بهدف شغل روقي هلا رح خبرك شو رح يعمل بروح برحلات فنية ونحن عنا شركة بين هون وسيدني اسمها النجوم مؤسسة النجوم للإنتاج الفني هي مؤسسة الشرق الأوسط للإعلام اللي بتضم جريدتين تيليغراف والأنوار ومجلة النجوم صديقنا وولي وهبي وللجالية اللبنانية من أهم الجاليات ومن أكرم الجاليات ومن أكثر الجاليات رغم بعد استراليا هي على تواصل مع لبنان مع لبنان مع كل حدث بلبنان وفيها عدد كتير كبير من اللبنانيين فيها 700 ألف استراليا عددها 700 ألف سيدني واحدة تقريبا ب 350 ألف يعني من آخر مشوار كان من شهر كنا عم نحكي تحت الهواء من شهر كان في حفلة للفنان ملحم بركات قعدت تقريبا شي 3 شهور نفذت 4 حفلات للفنان ملحم بركات كانوا رائعين كثير مثل عادته أبو مجد بنوجه له تحية وكان الفنان شادي جميل كمان كانوا حفلات حلوين وهلأ موجود الأستاذ محمد اسكندر كمان هونيك عم بيقوم بجولة بعتناه مع الشركة تبعنا بقى منتمنى لهم التوفيق وكل أربع خمسة أشهر عم بطلع هيك طيب مع مرافقتك الدايمة لهالفنانين ما انعديت منهم شوي أنا بعرف أن صوتك حلو يا ريت الله عطاني النعمة بكل شيء إلا بالصوت بالغنى بس كنت عم بتدندن تحت أنا سمعت لا والله هيك يعني إذا ماشي الريتم أوقات بلعب على الكلام بأغاني محورة مثلا شي لحن حلو سريع مثل شو بركب مثلا عليلكي يلا ما بقول لها ياها عليلكي عليلكي حاجي بقى تتفزلكي يا ريتك انت مكوية وانا قميص مجعلكي عينك علي محسرة تتزقزكي بالخاصرة ما بغار لو مهما جرى ومطرح ما بدك زقزينكي سمعتك الشحرورة ايه مرة سمعت اياها قلت لها اياها شو قالت
انبسطت يعني بتعمل جو بالحفله ولحن معروف الناس دغري بيتجاوبوا بيتفاعلوا معه بيتفاعلوا معه. خلينا نقول انه استاذ خضير جمعك فيلم باستاذ ملحم بركات. نعم مزبوط. حبي الذي لا يموت كان اول فيلم سينمائي لبناني وبعتقد كان الله يرحمه الاستاذ حبيب مجاعش اعلامي كان هو المنتج والنفذ العمل وبفترتها كان صعوبه حدا يعمل فيلم سينما بعز الاحداث نعم كان بعدهم بتذكر في مشهد بتكون هلعون خطيبته للاستاذ ملحم بركات تودي على المطار مسافر انا بيكون عندي فرقه مسلحين مثل ما كان بالحق بختفى انا عم بختفى على طريق المطار كان وقتها في المارينز هون بلبنان موجودين بالبنايه شافونا صدقوك حطوا الرشاشات فينا قالت لك عمليه خطر لو ما يقوصوا ضربين بالجو وهيك وتصبروا لهم بعدين محرمي بيضة وكذا ونزلوا طوقونا كانوا عورونا فكروا عمليه خطف مزبوطه يعني كمان ما كان هين ان كان الانتاج التلفزيوني والسينمائي ايه طبعا هيك 40 مسلسل تلفزيوني وثلاث افلام وفي نعم. جديد في كذا مشروع ايه نعم. غير المشروع اللي حكيتنا عنه شو فيه في مسلسلين جديد هلا للاستاذ مروان العبد اللي هو ايام زمان التراث اللبناني الامثال اللبنانيه يعني كيف رح تحكوا عن المثل مثلا كيف اجى المثل بس بقالب تمثيلي حنمثله تقريبا الحلقه شي 3 ارباع الساعه بلعبه حلوه هيك ذكيه بدل ما المثل مثلا بينقال مثل او حافظ مثل او بتقول مثل بس ما بتعرف شو سببه او كيف تقريبا هيدي كنا قبل ما توفى الاستاذ راسي الله يرحمه نعم خدنا اذن منه هلا مع الورثه تبعونه عم نشتغل على الامثال اللي عمله الاستاذ الراسي مثلا البخيل وعدو بالكفن بيموت منقوله نحن بس شو مغزي طب الجرة عتمة بطلع البنت لأمها هول كله رح يكونوا قديه مدة الحلقة 3 ربع ساعة بس بقالب حلو وسبق وعملناه بتلفزيون لبنان نحن بالزمان عملنا شي 15 حلقة وقتها وصارت ظروف توقف تلفزيون لبنان وقتها ما عاد كملنا بس هلأ عم نكملهم بإطار جديد وبشغلة حلوة لأنه مفروض بقى نشوف عمل لبناني أعمال لبنانية عندنا هون وبتمنى من بس في أعمال لبنانية للأسف يعني أعمال تجارية أكثر ما هي فنية اليوم بتاخذي مش عم نعمل دعاية تلفزيون لبنان خدي الأرشيف تبعه والماضي شغلات بتجنن بينما اليوم قابلي بين هون ما في منيح اليوم ما بعتقد ما في تجاري أكثر وخصوصا في مشكلة عند الممثلين والفنانين بس المنتج صار منفذ ما بعرف العمل صار بيكون قلبه أكتر على فلوسه على مصرياته وعلى التسويق تبعه يبيعه ما بقى همه الممثل ما بقى همه نوعية العمل بياخد اسمين ثلاثة كبار مزبوط تيشتغل عليهم والباقي تجارية بعدين في 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 عذاب للممثل نبقى الحلقة بتلفزيون لبنان أو باستوديو تاخد ليوم أو يومين ماكسيموم اليوم أربع خمس أيام تنصور حلقة يعني ما تاخذني بتحطهم بنزين ومصاريف وبتتعذب تاخد بيت من الناس تتصور فيه يومين تتأخر بالتصوير ثالث يوم بكحشوه صح ورجع طيب في حدا من الجيل الشاب بيلفتك أدائه بتحس انه عنده عن جد موهبة مهمة ايه في كتير شباب جديد ليك كممثلين عندنا طاقات كتير مهمة بس انتاجنا ضعيف نعم والتقنية الموجودة بعد ما تطورت ما رح تقلي مين بيعجبك من الجيل الجديد الشباب اليوم موجودين منيح يعني في زميل لنا يوسف حداد نعم ويوسف الخال شاب طلعته حلوة كمان ممثل حلو مجدي مشموشي يعني في كتير أسماء مشان نعم. ما نحصرها بحدا وجوه حلوة بس بينقص الحبكة بتنقص القصة مثلا كيف في كتاب لبنانيين بوجهلوا تحية استاذ أنطوان غندور عطى أهم الأعمال حرام اليوم مش موجودة بقى عم بيهددونا تحت بدنا نختم نحن بس بدنا نقول نحن عن جد انبسطنا بخبرية المعلمة والأستاذ بالجزء الثاني وأكيد نحن بانتظاره إن شاء الله. بس بدنا نترك لك الكاميرا لحضرتك أنت تودع المشاهدين على طريقتك هاي الكاميرا أولا بشكركم وبشكر لا باللهجة الشمالية نقي اللهجة بدك إياها أولا بشكركم كتير من كل قلبي وبتمنى للتلفزيون المستقبل دوام النجاح ولألكن الصحة عطول ويا ربي دخلك يا ربي دخلك يروق هالوضع وقد ما بنسمع هلا قصص هيك اليوم احد المسؤولين قال لي ما عم شوفك على الشاشه قلت له ماينك عبطه وواعد تتزيح بطلع انا وتجي هلا ما عم نسمع تجديد وتمديد بقى طلعت هيك لعب على الكلام هيك قال له شو الفرق بين النصاب
والنصاب قال له في شد بيناتهم. شكرا لك استاذ جون خضير، اهلا وسهلا فيك، بنتمنى لك كل التوفيق. كلكم ذوق وبشكركم. اهلا وسهلا جميعا. رح ننتقل إلى تقرير من فلسفة وأدب جبران خليل جبران، أبصر النور كتاب جديد، كتاب للإعلامية والأديبة والدكتورة ريما نجم بيحمل عنوان جبران خليل جبران أجراس الثورة وأعراس الحرية. هالإصدار الفكري الجديد تم توقيعه بقصر اليونسكو بحضور إعلامي واسع، والتفاصيل بالتقرير. انتبه سوا. انتبه. ريمتنا. جبران خليل جبران وفيروز رافقوني من طفولتي، وكنت دايما عندي حلم من منذ الطفولة انه انا يوما ما بدي اتعمق وبدي غوص بهالشخصيتين. لانه شو في شيء بيجمع اللبنانية غير فيروز الصباح ووديع الصافي وجبران؟ بحكي عن شخص كتير عظيم ونشوف حالنا فيه كلبنانية والعالم كله عن جبران، وهي إنسانة كمان عظيمة بنشوف حالنا فيها. ألف مبروك لها. وأنا بحب كتير لما كل حدا من الإعلام أو من الشباب أو من الجيل الجديد بيرجع بيكتب أو بيذكرنا بهالأدمغة الكبيرة. جبران هو من الثائر الراقي إذا بدك، وأنا بحبه شخصيا كتير، وبحب ريما كتير، وبقلها أنه الله يوفقها كتير، وبحبكم كتير. وضمن حشد إعلامي ضخم وقعت كتابة التاني بقصر اليونسكو لتضمن أدب ما قاله جبران وما حللته ريما. الحرية بمفهومة الواسع، الله حرية، من هون أنا منطلقة بالكتاب، مما كتب جبران ومما أتى في الإنجيل المقدس والقرآن الكريم. الحرية المطلقة غير موجودة، بس نسبياً بضل في ناس عندهم فكر حر وبيعرفوا كيف يمرقوا. الحمد لله. ريما عريقة بالأدب وضليعة بالشعر، أنا ما بقدر بحكي عنها شيء، خاف قدام منها لأنه ريما شاعرة كبيرة. أنا من الأشخاص المتمردين ومع طلابي بالجامعة طول بقول لهم ما تخافوا تقولوا الحقيقة، هي اللي حالة مثل القانون بتحميكم. منيح بعد عنا أشخاص بلبنان وعمالقة وأدباء ومفكرين وشعراء وكتاب مشان ما نفقد الكتاب. طبعا نجاحنا لقلنا نحنا، وجبران دايما بيكون عنده مخزون كتير كبير، وهي بمجهودة وبعطاء قدرت عرفتنا على جديده. بحاجة كتير لهيك كتب، بس بدك مين يقرأ؟ مزبوط ولا لا؟ بدنا حدا يقرأ. تحية لوردة الفنانة الكبيرة اللي فقدناها من سنة تقريبا ب 17 الشهر. هالفنانة الجزائرية العظيمة يلي والدتها لبنانية برصيدة 300 أغنية و 20 مليون ألبوم بيع عبر أكثر من 50 سنة من العطاء المتواصل. اسمها الحقيقي وردة فتوكي، وولدت سنة 1939 بفرنسا من أم لبنانية وأب جزائري مثل ما سبق وذكرت. قدمت مجموعة كبيرة من الألحان لمحمد الموجي، رياض السنباطي، محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي. رح نسمع مقطع بعتقد من أجمل ما غنت وردة، بتونس بيك، ومنتابع. أنا بتونس بيك لما بتبعد برضه، تونس بيك لما تقرب، أنا بتونس بيك وما بتبعد برضه، تونس بيك وخيالك يكون ويايا ويايا، وانجي صوتك بيونسني.
يعني كل ما نسمع وردة منحس قديه الخسارة كبيرة. نجاحات عديدة قدمتها وردة وباقي بذاكرة الحب يعني بكل قلب حب وعشق على أغنية وردة. ما بدنا ننسى كمان أغنيتها لبنان يا جريح الله يحميك يلي قدمتها لبنان بفترة الحرب، وبعد سنين عديدة من الاعتكاف شافت وردة أنه ما فيها تعيش بلا الفن، وقدمت مجموعة من الحفلات بين ببيروت وببعلبك يلي احتضنتها بشكل جميل كتير. قبل ما نسمع عن مهرجان بعلبك أكذب عليك آخر أغنية لوردة يلي أطلقت من يومين هي الأيام، هي أغنية لبنانية ما صرنا نسمعها، سمعناها من يومين. هالأغنية من كلمة منير أبو عساف وألحان بلال الزين، وكانت رح تهديها بالذكرى 50 للاحتفال باستقلال الجزائر. وردة باقية بالقلب وبالذاكرة، فنانة عظيمة وكبيرة. أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحيك بحيك أكذب عليك لو قلت نسيتك هنسى أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحيك. من أجواء الفن الراقي إلى أجواء السياسة بكلام بيروت مع زميلنا سلمان سري الدين. صباح الخير سلمان. صباح الخير جوال ولا إلي ولا ضيفنا دكتور إبراهيم نجار. صباح الخير. بونجور بروفيسور. نهارك سعيد. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ كتر خير الله. إن شاء الله دائما. تفضل سلمان. جوال كنت عم تقولي من هالأجواء الراقية، وفعلا والكتب والأدب كمان حوارنا حيكون بهذه الأجواء الراقية مع دكتور إبراهيم نجار. اليوم حنطل على ما يجري اليوم في مجلس النواب والحكومة يلي هلأ بالتلاجة مبدئيا، ولكن في هذا الجو السياسي العام رح نعمل قراءة مع دكتور نجار مع بعض التفاصيل طبعا، ولكن بالأسلوب المتوازن والعقلاني اللي عودنا عليه دكتور نجار، لنشوف لنعطي اللبنانيين شوية، ما بعرف إذا في أمل ممكن إعطائه، ولكن في إطار كل ما يجري لوين لبنان واصل على صعيد الانتخابات، في انتخابات أو لا، التمديد أو غيره، الحكومة وين صارت، وبالتالي السجال المسيحي المسيحي، ومع أنه خف شوي وتيرته. رح نتابع كل هالمواضيع وغيرها مع دكتور نجار اليوم. نعم، خلينا نقول أنه كلام بيروت بتابعوه مشاهدينا مباشرة من بعد ما نختم أخبار صباح على القناة الأرضية، أما فضائيا عبر الموقع الإلكتروني www.futuretvnetwork.com عم بيقطع قدامكم على الشاشة. هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى لكم نهار أحد حلو، ونتلاقى بكرة على 7:30. باي.